في بلاتو نجوم الأولى الفنان الشعبي زهير أضحى. شكرا لك مريم. مساء الخير زهير، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك لاله مريم، مساء النور وتحية خاصة لهذا الجمهور الرائع اللي اللي حاضر معنا في هذا البلاطو. وانا جد جد سعيد اخت مريم تواجدي معكم للمره الثانيه في هذا البرنامج الشيق هذا. شكرا جزيلا على الاستضافه مره اخرى. شكرا لك زهير، وحنا سعداء بحضورك معنا وسعداء كذلك بحضور دوان اسمر مره اخرى معنا. مرحبا بك، اهلا بك دائما. شكرا لك مريم. شكرا زهير أضحى. كل فنان كيف ما كنعرفوا كيكون تلمذ على يد احد الفنانين، شنو هي المدرسه اللي تلمذ على يدها زهير أضحى؟ لاله مريم، كأي فنان كما قلتي كيدرز من واحد المدارس، أنا كان عندي واحد الشرف اللي كنت لقيت مع واحد الفنان حجيب، وكانت واحد المدة ما لا يستهون بها واحد 6 سنين تنظن ولا 7 سنين تعلمنا فيها الكثير الكثير، خصوصا في مجال العيطة، حيت كما كتعرفي مريم أختي ما كنأديش شعبي بحكم أنني كنشتغل بزاف الأراس، يعني كيحتم عليك أنك تغني بزاف ديال الأنماط، منها العربي للطرب للأندلسي الملحون. دونك كانت اللقاء الأول مع الفنان حجيب، ومن بعد جات واحد الفرصة تلقيت مع الفنانة الكبيرة الحاجة حليمة، كانت عندي واحد التعامل معها بسيط، ولكن فعلا كان واحد يعني واحد استفدت منها كثير حتى هي. هاد جوج الناس طبعوا واحد المسار على هذا المسار ديالي، زائد التكوين ديالي في المعاهد الموسيقيه. دونك كنحاول نوفق ما بين اللي ما هو شعبي وما هو عربي وما هو مغربي وما هو الملحون وما هو كذلك غرناطي تاهو. نعم، وكتحضر شي حاجه للساحه الفنيه زهير؟ اكيد لاله مريم، اكيد غنخليو هذه مفاجاه للجمهور ان شاء الله. ومن هذا المنبر كان تنوجه واحد التحيه للجمهور ديالي اللي هو ديما كيتابعني، واكيد مع نجوم الاولى غيكون ان شاء الله غتكون شهره اكثر. كنطلب من الجمهور الكريم اللي هو ما كيعرفنيش يتابعنا على المواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات وسيله اقرب
كثير ان شاء الله من خلالها غيعرفوا ان شاء الله الوقيته ديال نزول الالبوم الجديد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل توفيق والنجاح ليك زهير. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. رضوان اسمر قبيله قلتي لي انه اللون القناوي في دمك، كتعشق اللون القناوي وهو اللي استخدمتي في اخر اعمالك اللي هي خالي بوجمعه. نعم. حدثنا على العمل الجديد، حدثنا على يعني الفكره باش جاتك انك توظف اللون القناوي. بصراحه اللون ديال القناوه تبارك الله كاينين مع المياه ودازوا مع المياه اللي داروا فيه زعما بزاف ديال الحوايج، واللي داروا ديفيزيون مع بزاف ديال لي ستيل بواحد الطريقه معينه. انا القناوه حسيت بهم احساس ديالي، انا بغيت نصوب حاجه اللي كيفاش انا حسيت بهم. وخير دليل حنا يلاه جينا مؤخرا من تركيا، يلاه واحد اربع ايام كنا دوزنا حفل تما في مهرجان ديال جلال الدين الرومي في قونيا، وكنا من الوحيدين من الافريق ومن المغرب العربي. كان البرنامج الكونسيبت ديال الفيستيفال دايرينه بحال على شكل ليالي، ليله مغربيه ليله ايرانيه ليله. والحمد لله بالشهاده ديال المشرفين على الفيستيفال كانت احسن ليله هي الليله المغربيه. وقناوه كانوا من بين الحوايج اللي لعبناهم تماك، ولقاو اقبال كبير والناس حبوا قناوه، حيت كنبغي نلعب قناوه كناخذها من الناحيه الروحانيه، يعني تكون شويه في اللايف تكون كالم. بار كونتر كانوا بزاف ديال لي فيزيون كان فيهم جيتار، انا ما خديتش من ديك الصوره، خديت حاجه اخرى اللي حسيت به في قناوه، وباقي بزاف ما يدار في قناوه. نعم الحمد لله التراث المغربي ديالنا غني وغني بزاف ديال الالوان الفنيه. اكيد كنتو خفاف، وخير دليل هو التجاوب الكبير ديال هذا الجمهور الرائع اللي حاضر معنا الليله. شكرا لكم على حضوركم، شرفتوني نورتوني وسعدت بزاف بمجالستكم. شكرا للجمهور اللي حاضر معنا في البلاطو، شكرا لكم انتم النجوم اللي كتشاهدونا عبر القناه الاولى، شكرا لكل الفنانين اللي كانوا حاضرين معنا في سهره الليله، شكرا دائما وابدا لجنود الخفاء الساهرين على انجاح سهره النجوم الاولى. التقي بكم في سهره مقبله ان شاء الله الاسبوع المقبل، تيما جديد فنانين جداد. قبل من هذا غادي نخليكم مع اللون الشعبي والفنان زهير أضحى.